اولا ايش علاقة القمر بالعدد 19 لما اقسم فيه؟ تذكر يا عماد؟ بجوز انت ناسي. كنا ماشيين نكزدر في مكان ما من النقب كنا اجرينا البحوث اللي حكينا لكم فيها في داخل النقب. بعدين بقول له، بعرفش اذا ناسي بعده او ذاكر، انه ما قال الله سبحانه وتعالى كلا والقمر الا وللقمر علاقة بالعدد 19 علاقة طبعا. بس هناك في داخل السجن ما كانش في مراجع فلكية. لما خرجت وبدأت أدرس القضية الفلكية وإذا به موجود موضوع 19 في موضوع القمر، لأنه لاحظت القسم. بس المهم إيش؟ إنه كان هذا اللي في الذهن، إنه ما في قسم في هذا الموضوع طالما القضية المطروحة العدد 19 إلا معناته موضوع القمر له علاقة بال 19 ومش بس القمر على فكرة. لاحظوا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، برضو الليل والنهار هن علاقة الأرض بالشمس مش بالقمر، علاقة الأرض والشمس مش هيك؟ الليل والنهار. إذا صار القسم وكأنه القسم بالقمر وعلاقة الأرض بالشمس والشمس بالأرض. في موضوع 19 في موضوع 19 في هذا الباب. هذا في جانب. جانب آخر واضح انه التركيز هون، التركيز هون على عالم الهداية على فكرة في الآية في القسم، لأنه القمر شو مهمته في الليل؟ الهداية، وهو أيضا النور اللي بيبدد الظلمة ايش؟ الليل. القمر والموضوع موضوع هداية وظلمات مش هيك؟ نور وظلمات، وهو في قضية يعني ظلمة الكفر ونور الإيمان، ظلمة الجهل ونور العلم المعرفة، تمام؟ فالقمر لاحظوا التركيز هون على عالم الهداية أكثر، لأنه لاحظوا كلا والقمر، والقمر بيعبر حتى لما بيكون ليل وظلمات بيكون في قانون الله في نور يبدد الظلمات. وقديش على فكرة بيغيب القمر؟ إشي بسيط جدا، معظم الشهر إيش موجود بدرجات في الليل. كلا والقمر والليل إذ أدبر، شوف الليل عم بتكلم عن لحظة إيش؟ إدباره، لأنه في إدباره شو بيجي؟ بيجي النهار. إذن الكلام كله عن إيش؟ عالم الهداية، لأنه ممكن يكون في ظلمات كفر على فكرة أحيانا تكون في الأرض، لكن دائما نور الهداية ايش؟ يبدد هذه الظلمات وهو الاساس، وهو الاساس. لاحظوا لانه لما اتكلم عن الليل والليل اذ في لحظة ادباره معناته في لحظة ادباره شو بكون صار؟ نهار. والصبح اذا اسفر، لانه اسفاره بيجي ايش؟ تدريجي، فبتجي ايه؟ والدعوات على فكرة بهذا الشكل، الدعوات الى الله سبحانه وتعالى والرسالات تبدأ ايش؟ بيبدأ لحظة ادبار الليل واقبال النور، والنور شو بيبدأ؟ لانه احنا الان في قضية برهانية، اقامة براهين ربانية يبدو عبر التاريخ الماضي، عبر التاريخ الماضي راح تكون يعني ما وصل الامر في درجة الظهور والتجلي في البراهين مثل ما انه بدها تكون في الاخير. ليش؟ لانه بكون عندك براهين سابقة واضيفت الها البراهين القادمة اللي بدنا نتحدث عنها، بتكون الصورة ايش؟ بتكون اسفر. اسفر ايش؟ شو معنات اسفر صحيح؟ خلينا نوقف هون. اسفر ايش؟ اسفر اسفر فيها معنى انكشاف وظهور. المرأة لما تسفر عن وجهها، هذا المغطية يعني، لما تسرف عن بشيك بتكون كشفت بشيك. اذا انكشاف وايش؟ تجلي، انكشاف تسفر. شو قلت انا؟ تسرف يا ماشي مش قضية. تسفر
سافرة، امرأة سافرة. طيب، وعلى فكرة السفر ايش هو؟ طيب، وفي بعض الناس خليني بدي اجيب سفر هون متعمد لانه بظنوها مش عربية. بعض الناس كان قال كمثل الحمار يحمل اسفارة، انه هذه اسفارة مش عربية. لا لا، لانه شو معنات سفرة؟ كتبة. ولماذا سميت الكتابة، او قيل انه الكتابة لانها لاحظوا تظهر وتجلي المعاني، تظهر وتجلي الحقائق، بكتبوها فتظهرها بشيك. لاحظوا انتم عبر العصور كلها، احنا شو قال الشافعي لليوم نقرأ شو كتب، تظهر حقائق ما قال الشافعي وكتبه. ولذلك سميت الكتب ايش؟ اسفار. بس ليش كل كتاب يسمى سفر؟ في بعض الناس بيزعم انه الكتب الموحى بها ممكن تسميتها اسفار، وبعدين صاروا يتجوزوا فيها ويسموا اي كتاب. اذا السفر اللي هو الكتاب، والاسفار كمثل الحمار يحمل اسفارة. ليش سميت اسفار؟ لانها تجلي. هو في اشي بيجلي فعلا زي العلم المكتوب هذا، تجلي، لانها هذه الاسفار تجلي الحقائق وتبين الامور المطلوبة بشيك. وبالتالي سفر هون بمعنى كتب، لانه ايش يعني؟ كأنه على فكرة الشيء الموجود هون اظهر وين وجلى وين؟ فيما كتبه. وما يكتبه يظهر دائما ما يريده للناس عبر العصور بأيدي سفرة كرام بررة. ايش هم السفرة؟ لحظة، بأيدي سفرة كرام بررة. الكتبة من الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة. هي الكتبة بأيدي سفرة، والسفر طبعا له علاقة بالسفر، هو كأنه ببرز وبخرج حتى السفير اللي بروح من دولة لدولة، السفير له علاقة. شو علاقته السفير؟ علاقة السفير انه بروح بكون في اشكالية بين الدولتين، فبوضح وبيجلي الامور. يا جماعة نيتنا هيك، واحنا بنقصد هيك، وانتو شو بتقصدوا؟ فهو بيجلي وبيزيل الشبهات وبيزيل الوحشة، والاخير اللي بقائمة بين الدولتين السفير بسفر، يعني يجلي ويكشف ويبين. في ناس طبعا راحوا في معنى سفر، بديش اتعمق فيها اليوم، بس هون اسفر فيها معنى ايش؟ تجلى وانكشف، ومش بس انكشف، وكشف كمان، كشف الاشياء مش هيك؟ كيف لما نقول فلان اسفر عن نيته، عن نيته، شو نيته كانت؟ كانت جوا، بعدين شو عمله؟ كشف، اسفر عن نيته، شو كان ناوي؟ بين ووضح من خلال كلامه، ممكن كتب كمان، فصار واضح شو هو ناوي. تمام؟ ايش كان في هناك؟ يعني اسفرت الحرب عن، لانه كانت الحرب زمان لما تقوم يتاقها الغبرة وهالجيوش ومختلطين ببعض ومش شايفين انو هذا وانو هذا، بعدين في الاخير لما بنهزم جيش تسفر مين انقتل، انكشف الان مين انقتل، مين ما انقتلش، مين انتصر، مين ما انتصرش، مش هيك؟ فاسفرت المعركة عن، كشفت واظهرت وجلت حقيقة المعركة، شو كاينة وشو صارت، ومين انقتل ومين ما انقتل، مين استشهد والى اخره. تمام؟ طيب، مش موضوعنا سفر، هذا كان ممكن في وقت ثاني نخوض اكثر، بس لاحظوا العلاقة بين الالفاظ، من دون ما السفر اللي هو بتسافروا فيه انتو، او السفير، او الاسفر، او السفرة كرام بررة، بكتبوا هدول. وكمثل الحمار يحمل اسفارة، كلها من الباب نفسه، فهي عربية هي، عشان هيك انا بدي ابين انها اسفار، مش زي ما بتصوروا. شو بيقولوا في العبرية يا عماد؟ قلنا احنا سافر. ليش سافر؟ لانه اصلا، وخلينا اتوقف هون شوية ببساطة. شوفوا الان الدراسات والابحاث العلمية شوي شوي عم تثبت انه العربية هي الاساس، امام اللغة كلها. فيش كتبة، فيش سفار، في كتاب، سافر اللي هو الكتاب. طيب، هي في الان دراسات، انا شفت رسالة ماجستير لشخص من عندنا، من هم من فلسطين،
يثبت أن العبرية هي لهجة عربية محرفة، لهجة عربية أصلا العبرية، تمام. بعدين الآن في زي ما قلنا في كلام على بالبحوث العلمية تثبت إنه إذا لم تكن العربية هي اللغة الأم لكل لغات العالم فهي اللغة السامية الأم، أقرب لغة إلى اللغة السامية الأم. السامية ما هي شجرة، شجرة اللغات، سامية مش قومية، لغات، شجرة لغات. الآن لغات كلها مثلا العبري الآرامي السرياني البابلي كله هذا بيلتقي في شجرة الساميات، تمام، والعربية طبعا. ولكن الدراسات كلها بتقول انه اقرب لغة للغات السامية العربية، يعني اقدم لغة فيهن العربية. فهذا الاصل انه السفر والاسفار وهالمسائل هاي كلها عربية، انها تكون العبرية لانها لغة سامية تلتقي مثلا مع العربية هذا اشي طبيعي، او الآرامية تلتقي، ما هي اصلا يبدو هذه كلها تفرعت عن العربية. مشان ما يصيرش اشكال. سيبير 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 شرحة قصة سيبير لسبير أن يشرح أن يقص. طيب أما كتب كتاب كتب كتاب مش سبار مش سبار بالباء. أيوة. كتب وضحها سفر الكتاب بالسين سامح. سبار لوعد أو ألقى بالصادق. اختلف العلماء الفقهاء خلاص بعدين هكذا بنناقش عبري، احنا مش وقته. المهم ما بناخذ من سفر فعل، ناخذ في العبريه ناخذ من سفر فعل. يعني انت كتاب وعندها كتب يكتب نكتب شك. ايوه هذا هو. اما في عندنا السفر في من سفرة، هاي فعل ماضي فهمنا، فهي الاصل هي عربية اصلا. هذا المقصود.